الله ان شاء الله تكون هذه الدوره ان شاء الله ان شاء الله حتى كل انديه الفائزين باش نقول لهم صحتك والخاسر نقول لهم المره الجايه ان شاء الله. نشكر المنظم هذه الدوره تيتو كوافر اللي دار مبادره جيده وتعب فيها والاعوان تاعو، ونتمنوا ان شاء الله هاد الشبيبه تنال المجهود الكبير اللي راهم دايرينه. نشكر المقيمين على هذه الدوره لان مبادره تعتبر تستحق التشجيع، وكانت في المستوى كان الافتتاح اليوم وكان لي الشرف حتى حضرت الافتتاح، وهذا من اجل المرحومين الموجودين امامكم الان مع عاملين كره القدم. لهذا نتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع. الله يبارك فيك يا شباب بيان اورغانيزي صاف بليزير سيرتو لاربيتر صاف بليزير جيرينا بارتيا الله يعطيكم الصحه والادفيرسير الثاني والله لا كان ملاح غير شويه راكم بالك مورالمون ولا ما كانوش ملاح بعد الدار اليوم. السلام عليكم. اليوم لعبنا بارتيا بريمي بارتيا بي بارتو، الحمد لله بارتيا فاتت شابه نقيه بيناتنا روح رياضيه، وكان التنظيم الله يبارك لنا رايح، الله يرحم دوك المرحومين اللي دنا على جرم الكروه، وكان لي زاربيت خرجوا بارتيا شابه الله يبارك.